أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا متواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة، سعيد دائما بتواجدي معك. الله يحييك أبو غازي، جريت الجماهير. إيه الجماهير عاد من الصحف، يعني من الصحف الثمانينيات. سبحان الله، يعني الجريدة هذه ما استمرت لكنها كانت يعني يعني كان عليها اقبال في تلك الفتره، اقبال ما منقطع النظير فيه. 82 اعتقد الاول طلع يمكن. هي طبعا كانت اجيال وراحت للجماهير، لا كانت تصدر اسبوعيه. نعم. ب 82. نعم. يمكن اسبوع او شهريه متقطعه كذي. نعم. لكن صدرت يوميا في 1985. نعم، كانت خط المسابقات المحليه. صحيح صحيح. يعني فعلا ارشيف مهم للرياضه المحليه. نعم. والاقليميه. هاي طبعا ابو فهد 20 فبراير 1986 يعني هذه الجماهير. طبعا الاهلي السعودي بطل ابطال الخليج لليد برعايه وزير الشؤون الاجتماعيه والعمل الذي اناب عن وكيل الوزاره عيسى ياسين بحضور الامين العام دول مجلس التعاون الخليجي عبد الله بشاره ورؤساء الوفود المشاركه وعدد كبير من الشخصيات الرياضيه بالبلاد وخارجها. اختتمت مساء امس في صاله نادي الكويت البطوله الخليجيه السادسه للانديه ابطال الكؤوس كره اليد بفوز فريق الاهلي السعودي بكاس البطوله بعد تقلبه على الوحده البحريني 19-15 في ختام مباريات البطوله. طبعا جاء الاهلي البحريني في المركز الثالث برصيد 14 نقطه بعد فوزه على الريان القطري، وجاء الوحده في المركز الرابع برصيد 11 نقطه، ثم يليه الريان برصيد 10 نقاط متقدما طبعا عن الوصل الاماراتي بفارق الاهداف ليحتل الوصل المركز السادس بعد فوزه على عمان 44-26، وياتي عمان المركز الاخير برصيد 6 نقاط. يعني انا مستغرب انه ما في فريق كويتي مشارك. لا اعتقد في فريق. اي سنه هذه؟ هذه 86. 86 عن كاظم الكويتي، عفوا كاظم الثاني. صحيح. اي يعني طبعا هذا احنا ايش قلنا؟ قلنا اللي اهل السعودي طبعا توج يعني اللي يرفع رصيده 17 محتل المركز الاول بفارق نقطه واحده عن كاظم الكويتي الذي احتل المركز الثاني برصيد 16 نقطه. والاهلي البحريني المركز الثالث. المركز الثالث. يعني فرق نقطه عن كاظم الكويتي. صحيح. فالاهلي السعودي طبعا 17 نقطه اخذ البطوله والثاني كاظم ب 16 نقطة. في بطولة مجلس التعاون دائما الأهلي السعودي هو يمثل السعودية في أغلب البطولات. نعم. وأهلي البحرين يمثل البحرين في أغلب البطولات. نعم. والريان نفس الطريقة والوصل في الإمارات وفي قطر أيضا الريان، لكن الكويت كان متنوع. نعم. هذا يبين لك عن شدة المنافسة كانت موجودة في الكويت، يعني مرة خيطان مرة صابخات السالمية كاظمة. نعم. العربي مرة القادسية مرة بداية البطولة بداية الثمانينات. نعم. كان يشارك في بطولة مجلس التعاون. نعم. طبعا مصر وأرجواي والبرازيل والمغرب تقام اليوم مباراتين الدور قبل النهائي لدور الصداقة الكروية للناشئين بالدوحة، حيث يتقابل منتخبان مصر وأرجواي والبرازيل والمغرب، والفائزان يلعبان على المركز الأول والثاني والخاسران يلعبان على المركز الثالث والرابع. جاء صعود مصر للدور قبل النهائي بعد فوزها أمس الأول على الجزائر 1-0 وخسارة ألمانيا من البرازيل 2-1. مع الخبر الجميل هذا، ايش رايك نطلع فاصل فازي؟ أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خليكم ويانا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وكنا مع صحيفة الجماهير. طبعا الصحيفه هذه اصدرت في منتصف الثمانينات لكنها ما استمرت طويلا. طبعا فيها اخبار كثيره بفهد، يعني عن مختلف البطولات سواء كانت البطولات المحليه او البطولات طبعا الاقليميه. يعني هذا مثلا هني سمير سعيد عن الله يرحمه مقال طبعا عن لاعب سمير سعيد. عندنا طبعا العاصمة الأردنية تستعد لبطولتها العربية لكرة القدم في مارس القادم، كذلك خبر عن عندنا طبعا 4 مباريات ساخنة بكأس اتحاد اليوم، هذا الدوري السعودي، اتحاد مع الوحدة في جدة، والغاصية مع النهضة
في الدمام تدريبات مكثفة لمنتخبي السعودية والجزائر استعدادا للقائهم الودي الثاني. طبعا هذا صور لخليل الزياني وسمير عبد الشكور وصالح النعيمة رابح سعدان. كذلك يعني هناك في خبر يعني عن الجوهري زعلان من شوبير. انا اشوف الخبر محمود الجوهري، قال ان محمود جوهري مدرب الاهلي انه غضبان من شوبير لانه تسبب في هزيمه فريقه من الزمالك في مباراه في حب مصر، كما انه حزين الهزيمه لان الفريق كان بامكانه الفوز. طبعا في عندنا كذلك خبر اخر عن يعني نجاح كبير لدوره المعلقين العرب، كانت في المملكه العربيه السعوديه، ومباراتان طبعا في دوري الطائره والممتاز. هذا صوره الفريق نادي القادسيه، صوره الفريق نادي كاظمه. كذلك هناك طبعا وزير الشؤون يفتتح صاله المبارزه، والسالميه والعربيه تقاسمان البطوله. مليئه طبعا بالاخبار يعني المنوعه، ويعني يعني هذا بجداره الاهلي السعودي بطل ابطال يعني يد الخليج بفارق نقطه، كاظم الثاني واهل البحرين الثالث، حمدون افضل لاعب وهداف البطوله، العباد حارس كاظمه افضل حارس. هذه طبعا تغطيه جميله للبطوله. وعندك طبعا هذه لقطات من الملعب، 30,000 درهم لحمدون، تبرعت شخصيه كبيره من نادي الوصل بدوله الامارات مبلغ 30,000 درهم للاعب حمدون مناسبه فوزه بلقب هداف البطوله، وهناك احتمال بجائزة مكافاه بعد حصوله على لقب افضل لاعب في البطوله ايضا. بص شوف الاهلي بيعمل ايه. احتشدت جماهير الاهلي السعودي التي وصلت الى البلاد لحضور المباراه الختاميه في المدرج المقابل المقصوره، وهي تحمل الدفوف واعلام السعوديه، وظلت تردد طوال المباراه بص شوف الاهلي بيعمل ايه، الاهلي اخذ البطوله حتى تحقق الفوز بالبطوله لفريقها. طبعا في الى اللقاء بالسعوديه في نهايه حفل ختام يعني امس ظهرت لوحه خلفيه كتب عليها الى اللقاء في البطوله السابعه التي ستنظمها المملكه العربيه السعوديه. هذه البطوله نظمها نادي كاظمه. نادي كاظمه نعم. الى نادي كاظمه 86 نظم اليد و87 نظم القدم. نعم صحيح. في سنه 1987 وقدر يفوز بالقدم لكن اليد ما حالفت. نعم. طبعا الاهلي البحريني يزور السفير بالكويت، هذا خبر، والعربي يهدي الوفود الخليجيه علامه تذكاريه. كذلك الجهراء يحتفل بالاداره السابقه، ويعني اخبار طبعا الصحيفه هذه صحيفه مليئه بالرياضه، حاولنا احنا نقرا الاخبار يعني اغلب الاخبار. وصلنا تجوري ابو غازي. نعم تجوري، انا عندي الكتاب هذا او كتيب، وهو الاتحاد الكويتي لكرة القدم، القانون الدولي لكرة اليد، اغسطس 1986. كرة القدم وكرة اليد؟ كرة اليد. الاتحاد الكويتي لكرة اليد، القانون الدولي لكرة اليد، اغسطس 1986، اعداد الحكم الدولي هادي المزيدي رحمة الله عليه، وكذلك مراجعة الحكم الدولي صاحب المزيدي، ومراجعة الحكم الدولي محمد الهولي رحمة الله عليه أيضا. هذه طبعا هذا 1986 قاموا باصدار هذا الكتيب، الاتحاد الكويتي لكره اليد صاحب المزيدي وهادي المزيدي رحمه الله عليهم، هذا القانون الدولي لكره اليد، واصدروا الكتاب او القانون الدولي كتيب للقانون الدولي لكره اليد. اعزائي المشاهدين مع الكتيب الجميل نصل الى نهايه حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات اخوكم فهد العبد الجليل، الى نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه ومع السلامه.